طيب انا قلت بقى ايه، هسجل لكم اسهل الريكورد وايه وارفعه، اسهل من اللايف. نتعرف على بداية الفشولة، ونتعرف من خلال الفشولة على المنفذ عامة. الفشولة دي الدودة الكبدية، بتسمت بهذا الاسم لان هي بتعيش جوه البايل داكت بتاعت البني ادم، بتسدها طبعا وتعملي شوية جوندس ودايرية هنعرفها في الكلينيكال بيكتشر بتاعتها. اول حاجه بلاقيها عندي في الكتاب هي الجيوغرافيكال ديستريبيوشن، وده المكان اللي بتعيش، يعني الجيوغرافيكال اريا اللي بتبقى موجوده فيها الدوده دي. بتتحدد على اساس ايه؟ على اساس المكان اللي انا فيه ده فيه الظروف المناسبه للدوده دي ولا لا. ففي حاله الفشوله، الفشوله محتاجه ترعى علشان تكمل لايف سايكل، محتاجه سنيل معين قوقع تكمل بيه اللايف سايكل، محتاجه ريزرفوار هوست اللي هم البقر واللي هم الشيب والحاجات دي. فعشان كده الفشوله دايما بنلاقيها في الاماكن الريفيه. موجوده عندي في مصر، موجوده فين اكتر حتت؟ موجوده في كفر الشيخ او في الحتت اللي في الدلتا عامه. فدايما هيجي في الكيس يقول لي ان ايه، ان العيان ده جاي من كفر الشيخ، العيان ده جاي من حته الفلانيه، فالفشوله اعرف عليها ان هي موجوده في مصر. طيب بالنسبه للمورفولوجي، اتفقنا ان احنا المورفولوجي مش بنذاكر فيه الا الحاجات اللي هي بتيجي في العملي، وبنذاكر عليها اتنين كرايتيريا بس، او بنذاكر اي حاجه دايجنوستيك ستيج او انفكتيف ستيج، فالمورفولوجي ما يخصنيش. اللايف سايكل بقى اللي هي قصه حياه الفشوله، قصه حياه الفشوله بتبدا ازاي؟ تعالوا نبتديها بالادلت فشوله اللي قاعده جوه البايل داكت بتاعه البني ادم. قاعده ازاي في البايل داكت بتاعه البني ادم؟ ناخد بالنا من حاجة مهمة، البايل داكت دي فيها بايل سكريشنز، وبايل سكريشنز بتجري بسرعة علشان تنزل خلاص بالجرافيتي كده وتوصل على الانتستين. اذا الفشولة ممكن تنجرف معاها، يبقى الفشولة لازم وهي قاعدة في البايل داكت تثبت نفسها كويس قوي في الوول علشان ما تنجرفش. يبقى عندها حاجة اسمها ساكرز. يعني ايه ساكرز؟ ساكرز دي حاجة بتإكزرت نيجاتيف بريشر، بترشق بيها في الوول بتاع البايل داكت، حاجة زي مصاصات بتمص بيها الول كده فتروح ملزقه نفسها فيه. السكرز دي من العلامات المميزه لكل التريماتودز، كل التريماتود عندهم سكر، والسكر دي حاجه مفتوحه ثقب، ومن هنا جت التسميه بتاعه التريماتودز اللي هم المثقوبات لان عندهم السكرز دي. طيب هما برضو كل التريماتودز بيعيشوا في اليومنز فبيحتاجوا السكرز، وكل التريماتودز بيعيشوا في اليومن فبيسدوها، من هنا جت التسمية التانية اللي هي اسمهم ايه؟ فلوك. يعني ايه فلوك؟ يعني something causing obstruction، هي بتقعد في اليومن فبتسده، زي الفشولة دلوقتي ما هي سدالي البايل داكت. طيب الفشولة قاعدة مبسوطة وماسكة بالسكرز، عمالة تاكل وتشرب وترعى في جسمي وبتتجوز من بعضها. ناخد بالنا من تاني معلومة عن الترماتوتس، ان هما كلهم هرمافروديت، يعني عندهم الميل والفيميل جينيتال اوريون في الدودة واحدة. يعني الدودة ما عنديش ميل وفيميل، هي دودة واحدة بس هما بيتجوزوا من بعض، واحدة تأكت أز ميل وواحدة تأكت أز فيميل، وإيه ويتجوزوا. بعد ما يتجوزوا يحطوا عيالهم اللي هما مين؟ الإكس. الإكس دي بتنجرف مع البايل وتوصل على الانتستين وبتخرج مع إيه؟ مع الستول برا الجسم. طيب علشان تكمل اللايف سايكل بتاعتها هي محتاجة إنها تنزل في ترعة. يبقى لو الشخص ده دخل الحمام انا وقفت اللايف سايكل، لكن لو الشخص ده راح قضى حاجاته في الترعه اذا انا هدي فرصه للفشوله انها ايه تكمل اللايف سايكل بتاعتها، لان الاكس دي بتنزل غير مكتمله النمو، وعشان نموها يكتمل محتاجه ان هي تنزل في الترعه وتقعد حاجه بتاع اسبوعين. بعد ما تقعد في الترعه اسبوعين هتفقس ويطلع منها الكتكوت الصغير. الكتكوت بتاع كل الترماتودة حاجه اسمها ميراسيديم. الميراسيديم ده كائن صغنون كده وليه ايه، وليه شويه سيليا اهداب عشان يعوم بيهم في الميه عشان يعرف يعوم. طيب هيعوم يعمل ايه في الميه؟ هيعوم يدور على بيته اللي هو قوقع فيه سنيل. كل الترماتودة ليهم سنيل انترميديت هوست. القوقع بتاع الفشيوله قوقع اسمه ليمنيا، اسمه ليمنيا. الاسامي صعبه شويه، مش مشكله هنحفظهم ان شاء الله. ليمنيا كيودي في حاله الفشوله جايجانتيكا، وليمنيا ترانكاتولا في حاله الفشوله هيباتيكا. خلاص فالسنيل هيخترق التيشوز، الميراسيديم هيخترق التيشوز بتاعه السنيل وهيخش جوه السنيل، يتحول لشويه ستيجز كده مش مهم اسميها خالص، لغايه ما في الاخر يديني حاجه اسمها سيركاريا.
السركاريا دي هتروح سايب السنيل وتنزل تاني في المية، برضو عندها راس وديل تعوم بيهم في المية لغاية ما توصل لإيه؟ لغاية ما تدور على أي خضار مورق، أي حاجة عليها ورق زي الجرجير زي الخس، حاجة ليها ورق كده إيه تقدر تقعد عليه. هتروح رمي الديل بتاعها مكونة حواليها سيست وول قوي يحميها من الانفيرومنتال كونديشنز، ويبقى اسمها حاجة، يبقى حاجة اسمها انسيستد ميتا سيركاري. وتروح تفرز كمان مادة لزجة تخليها تلزق على ورق الخضار، بحيث ان البني آدم لو اكل ورق الخضار ده وهو مش مغسول كويس هي لزقة عليه، مش بسهولة ان هي ايه تمشي. لو جيبها البني آدم أكل الخضار اللي عليه الانسيستد ميتا سيركاريا، الانسيستد ميتا سيركاريا دي هتنزل جوه الاستومك، وأول ما توصل على الديودينم هتروح قلعة الجاكيتة القوية دي، بقى خلاص أنا وصلت بيتي، فتروح قلعة الجاكيتة القوية وتبتدي رحلة إيه؟ رحلة إنها توصل للبيت بتاعها. أنا دلوقتي عندي اكزيستد ميتا سيركاريا، خلاص خرجت بقى اكز، خرجت من السيست وبقت اكزيستد ميتا سيركاريا اللي هي فشوله صغننه عايزه توصل للبيت بتاعها اللي هو البايل دكت. هتوصل له بالطريقه الصعبه، يعني بدل مثلا ما تدخل في الفتحه بتاعه الكومن بايل دكت، لا هي مش تعمل كده، هي هتعمل ايه؟ هي هتروح خرمه الديودينم وخرمه البيروتونيوم وخرمه الليفر لحد ما توصل للبايل دكت. هل يفرق معايا الكلام ده؟ يفرق جدا، لان السكه بتاعتها طويله، وده اللي يخليني اقرا الكلمه بعد كده في الباثوجينيسيس، كلمه اسمها اكتوبيك فاشيوليزس. يعني ايه اكتوبيك فاشيوليزس؟ فشوله تايهه، فشوله وهي رايحه البيت ما عرفتش توصل، تمام؟ فايه، فتلاقيها مثلا قعدت على السكن اللي قدام الليفر، راحت البيريتونيوم ما عرفتش توصل فين البايل دكت. طب شويه بقى الحلوين الكتار اللي قدروا يوصلوا للبايل دكت دول هيكملوا ويبقوا ادلت فشوله وتعيد تاني الكر. نتعرف بقى على المحطات المهمة بتاعت اللايف سايكل اللي هما ايه، اللي هو اول حاجة الديفينيتيف هوست، العائل الاساسي ده مين؟ ده الهوست اللي بتعيش جواه الادلت ورم، ففي حالتي هنا هو البني ادم. طب هل البني ادم بس هو اللي بتعيش فيه الفشولة؟ لا، ده انا عندي هوست تانيين بتعيش فيهم الفشولة وبتعمل فيهم زي اللي بتعمله في البني ادم بالظبط. عندي الفشولة جايجانتيكا بتعيش في الكاتل، وعندي الفشولة هيباتيكا بتعيش في الشيب. فاذا دول انا هسميهم ريزرفوار هوست. ريزرفوار يعني مخزن، ليه؟ لان هما بيبقوا دايما سورس للانفكشن. لو انا قدرت اسيطر على البني ادم واقول له ما تعملش، ما تقضيش حاجاتك في الترعة، فانا مش هقدر اسيطر على الكاتل ولا على الشيب، وهيفضلوا برضو مصدر للإجز بتاعت الفشولة اللي هتكمل اللايف سايكل، فبسميهم ريزرفوار هوست. طب هل في اختلافات عنهم ما بينهم ما بين الديفينيتيف هوست؟ لا، ما فيش اختلاف خالص، هي نفس الفشولة اللي بتعمله جوا البني آدم بتعمله جواهم، بس أنا تفرقة عنصرية كده هسمي دول ريزرفوار والبني آدم ديفينيت. طيب الانترميديات هوست، الانترميديات هوست ده اللي بتعيش فيه أي ستيج تانية مش الأدلت، اللي هو في حالتي هنا السنيل، اللي هو اسمه ايه؟ ليمنيا كيودي وليمنيا ترانكاتيولا. ماشي، بعد كده عندي حاجة اسمها هابيتات. يعني ايه هابيتات؟ ده الأورجان اللي بتعيش فيه الأدلت ورم جوه الديفينيتيف هوست. ففي حالتي هنا هيبقى البايل دكت مش الليفر، البايل دكت، هي بتعيش جوه البايل دكت. أهم اتنين بقى في اللايف سايكل لازم أعرفهم كويس قوي، دياجنوستيك ستيج وإنفكتيف ستيج. الدياجنوستيك ستيج اللي هي الطور التشخيصي، انا لو حبيت اشخص الفشوله دايركت، يعني ان انا اشوف البارازايت بعيني، هشوف ايه؟ انا مفيش عندي جوه البني ادم الا اتنين ستيجز، يا اما اجز بتبقى موجوده في الانتستين، يا اما الادلت اللي موجوده في البايل دكت. طبيعي ان انا مش هعرف اخد عينه من البايل دكت، او دي عينه صعبه، يبقى الاسهل لي ايه؟ الاجز. فهي دي الطور التشخيصي، ان انا هلاقي الاجز في الستول هشخص بيها. طب الانفكتيف ستيج، infective stage هي الطور المعدي اللي بي ايه؟ اللي بيؤدي للعدوى. ماشي، في حالة الفشولة لو انا مثلا تخيلت اني شربت مية فيها سيركاريا او فيها الاجز بتاعت الفشولة، ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجة في الدنيا هتحصل، السيركاريا او الاجز هتنزل في الاستومك تتكسر بالجاستريك اسيدتي وشكرا. لكن البني ادم عشان يجيله فشولة هو لازم ياكل insisted ميتا سيركاريا اللي متحوطة بالجاكيتة القوية دي اللي هتحميها من الجاستريك اسيديتي، يبقى الانفكتيف ستيج هي الانسيستد ميتا سيركاريا. طيب المود اوف انفكشن، المود اوف انفكشن ده اللي هو طريقة العدوى، ولما اسألك عن طريقة العدوى لازم تقولي ثلاث حاجات، الروت اللي هو عن طريق الانجستشن عن طريق الاكل، والستيج اللي هو الانسيستد ميتا سيركاريا يبقى انجيشن وفي انسيستد ميتا سيركاريا، واكلتها في ايه؟ في حاله الفشوله اكلتها في امبروبرلي ووشد فيجيتابلز اند فروتس، خلاص يبقى في الخضار الايه
مش فروتس، لا سوري ما فيش فروتس، improperly washed vegetables. كده اللايف سايكل بتاعت الفشول. طيب الكلينيكال بيكتشر، كلينيكال بيكتشر بتاعت الفشولة انا عندي كلمتين، هما كلمتين. الكلمة الاولانية ان انا عندي دودة طولها حوالي 6 سنتي سد البايل دكت، يبقى العيان ده عنده اولا obstructive jaundice ووجع في الليفر، خلاص لان هي عدت على الليفر وعامل خرمت لي التيشو بتاعت الليفر، ففي انفلاميشن وفي وجع في الليفر. وتاني حاجة ان هي لما سدت البايل دكت البايل سكريشنز مش عارفة توصل للانتستين، فالهضم هيتأثر، فالعيان هيبقى عنده digestive disturbances وديري. يبقى اول حاجة انا سدت البايل دكت، في obstructive jaundice وفي ديري. تاني كلمة بقى، احنا عارفين ان اي اورجانيزم بيدخل جسمي اول حاجة ايه؟ جهاز المناعة بيتعامل معاه، وبيتعامل معاه وبيرد عليه بطريقة اللي تناسب الاورجانيزم اللي داخل. الهيلمينثز عامة جسمي بيرد عليهم بالطريقة اللي بتشمل الإيزينوفيلز، والإيزينوفيلز دي معروفة في الإيميون سيستم إن هي بتفرز ليكوترينز وبروستاجلاندينز، بتفرز ميدياتورز تعمل إنفلاميشن وألرجي. طيب الميدياتورز اللي بتعمل إنفلاميشن وألرجي دي بتخلي العيان عنده أرتكاريا، بتخلي فيه فيفر عالية، بتخلي فيه إديمة، بتخلي فيه يعني كل الألرجيك مانيفستيشنز تبقى موجودة. تمام؟ يبقى الفشولة الكلمة التانية فيها ان هي ايه؟ عندهم ألرجي. العينين بتوع الفشولة عندهم ألرجي، أرتكاريا وفيفر وأنيميا وإزينوفيليا عالية. تمام؟ طيب يبقى دي الكلينيكال بيكتشر بتاعتها. عايز اشخصها بقى، اشخص الفشولة ازاي؟ هناخد سكيب للدياجنوزيس بتاع كل بتاع كل البارازايت عامة، ومش بتاع كل البارازايت والله، بتاع اي حاجة كلينيكال. انا دكتور عايز اشخص اي حاجة في الدنيا، اول كلمة العيال لما بيجيلي بسمع منه بيرسونال هيستوري، اللي هو عبارة عن ايه؟ جاي منين؟ وبيشتغل ايه؟ وبياكل ايه؟ يبقى اول كلمة جيوغرافيكال ديستريبيوشن وهيستوري. العيان بتاع الفشولة هيقولي ان هو جاي من كفر الشيخ، العيان بتاع الفشولة هيقولي ان هو ليه هيستوري ان هو اكل خضار مش مغسول، تمام؟ وهو ده الايه اللي او ان هو مثلا بيشتغل في الفلاحه او في أو فيما شابه، فده الهيستوري بتاع عيان الفشول. طيب تاني حاجه هسمع من العيان اعراضه. طيب عيان الفشوله ايه الاعراض اللي هيبقى جاي بيها؟ هيبقى جاي لي بالم في الرايت هايبوكوندريم، هيبقى معاه فيفر، ممكن يشتكي من جوندس، وهيبقى فيه دايري. يبقى تاني حاجه الكلينيكال بيكتشر الاعراض. تالت حاجه مهمه جدا 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 ولازم تطلبها لاي عيان يدخل لك في اي تخصص في الدنيا، هي السي بي سي. بتفرج على صورة الدم بتاعت العيان، دي حاجة مهمة قوي. طيب في حالة الفشيولة واحد جاي لي بمرض في الليفر، إيه اللي هيخليني دماغي أصلا تروح إنه هو عنده حاجة هلمنث؟ هو صحيح الهلمنث كتير أو الفشيولة موجودة بس مش كتير قوي، يعني إن أنا أتوقع إن العيان عنده فشيولة لازم حاجة تقول لي لأ ده احتمال يبقى عنده فشيولة. إيه اللي هيقول لي إن العيان ده احتمال يبقى عنده فشيولة؟ إن أنا ألاقي إيزينوفيليا عالية أكتر من 80%. تمام؟ يبقى تالت كلمة السي بي سي. طيب رابع كلمة دايركت دياجنوزس. يعني ايه دايركت دياجنوزس؟ يعني ان انا اتفرج على البارازايت نفسه، عايز اشوف البارازايت بعيني، عايز احلف ان ده فشيوله. مين هنا الدياجنوستيك ستيج اللي انا هدور عليها؟ الاجز. يا اما هاخد عينه من الستول، خلاص هاخد اعمل ستول اناليسيس فهلاقي الاجز بتاعت الفشيوله، يا اما هدخل مثلا اخد ديودينال اسبريت لان هي بتبقى جايه من البايل سكريشنز، فاول حته بتقابلها هي ديودينم، فالمكان ده انا بلاقي فيه اجز كتير، فايه فاخد ديودينال اسبريت وافحصه وهلاقي فيه الاجز بتاعه الفشول. يبقى ده الدايركت دياجنوست. ونخلي بالنا ان دايما الجولد ستاندرد هو الدايركت دياجنوست. انا ما اقدرش احلف ان العيان ده عنده المرض الفلاني الا ما اشوف البارازايت بعيني. طيب في مشاكل بقى في الدايركت دياجنوست ده في حاله الفشول. قال لك ان العيان اول ما بيجيله فشوله بيقعد 3 4 شهور على ما الاكس دي تبتدي تنزل، ففي الحاله دي العيان هيبقى عنده فشوله وانا مش هعرف الاقي الاكس في الستول، فهشخصه غلط ان هو مش فشوله. طيب تاني حاجه ان هو في الكرونيك ستيج ان الادلت وورم والاكس دي اللي قاعده في البايل دكت بتعمل حواليها انفلاميشن، خلاص انفلاماتوري سيلز بتبتدي تتجمع، والانفلاميشن اي انفلاميشن في الدنيا بيهيل باي فايبروزز، فلما يبقى فيه فايبروزز البايل دكت هتتسد، فالاكس مش هتعرف توصل للستول، فبرضو انا هلاقي ايه؟ مش هلاقي الاكس في الستول. طب تالت مشكله ايه؟ تالت مشكله ان ساعات العيان ده لو اكل كبده من عيان
مش عيان بقى، هو ما عندوش فشولة بس أكل كبدة مصابة بالفشولة، هتنزل الإجز بتاعة الفشولة في الستول وهو ما عندوش فشولة ولا حاجة. حاجة اسمها سبوريوس انفكشن أو فولس فاشوليزس. أعمل إيه في الحالة دي؟ أسأل العيان أنت أكلت كبدة ولا لأ من الأسبوع اللي فات؟ لو قال آه أقول له خلاص استنى أسبوع ما تاكلش كبدة وتعالى عيد التحليل تاني. لو ما لقيتش الإجز يبقى دي كانت فولس فاشوليزس، لو لقيت الإجز يبقى ده عنده فشولة فعلا، إيه ترو فاشوليزس. طيب يبقى تحليل الستول اناليسيس ما هوش سنسيتيف قوي، ممكن يبقى العيان عنده فشوله وما يقوليش، ممكن يبقى العيان ما عندوش فشوله ويقول لي. هلجأ لايه؟ هلجأ للحاجه اللي بعدها اللي هي الان دايركت دايجنوز. يعني ايه ان دايركت دايجنوز؟ السيرولوجي بقى، اتفقنا ان اي بارازايت هيدخل هيرد عليه جهاز المناعه، هيرد على ايه؟ الفشوله دي قاعده بتاكل وبتشرب وبتاكسكريت، خلاص في اكسكريتوري برودكتس معينه للفشوله، وفي مثلا بتفرز حاجات وبتغير جلدها وفي سيلز بتقع، يبقى انا في الحاجات الصغيره دي كلها جسمي بيتعامل معاها على انها جسم غريب اللي هي ايه انتيجنز، اي جسم غريب بسميه انتيجن. فبيرد عليها ازاي؟ بيرد عليها ان البي سيلز بقى بتاعه الاميون سيستم تفرز ضدها انتيبوديز، انتيبودي سبيسيفيك للانتيجنز دي. تمام، يبقى دم العيان فيه انتيجنز وانتيبودي. هشخص ازاي؟ يا اما هدور على الانتيجن يا اما هدور على الانتيبودي. طيب لو جيت ادور على الانتيجن ادور عليه فين؟ ادور عليه في المكان اللي الدوده قاعده فيه. الدوده قاعده فين؟ قاعده في البايل داكت، والانتيجنز بتاعتها هتنزل في الستول، يبقى انا هدور في الستول على الانتيجنز اللي هو كلمه ستول المقطع اللي بمعنى كوبرو. كوبرو انتيجين ديتكشن معناها ان انا هدور على الانتيجن في الستول. هدور على الانتيجن ازاي؟ هستخدم انتيبودي ضد الفشوله انا مصنعاه عندي، وايه واعمل رياكشن كده اشوف حصل رياكشن يبقى ده ايه، يبقى الانتيجن موجود، ما حصلش رياكشن يبقى الانتيجن مش موجود. تمام، طب الانتيبودي هدور عليه فين؟ انتيبودي هدور عليه في الدم، هاخد عينه من دم العيان وهشوف في انتيبودي سبيسيفيك للفشوله ولا لا. تمام، لقيت انتيبودي سبيسيفيك للفشوله، يعني بستخدم انتيجن، انا بستخدم بيوريفايد انتيجن، انا كنت جايبه فشوله وطحناها ومطلعه منها انتيجنز خلاص، وبعد كده عرضتها لدم العيان، اتفعلت مع دم العيان يبقى العيان ده عنده انتيبادي ضد الفشول، ما اتفعلتش مع دم العيان يبقى ما عندوش انتيبادي ضد الفشول. طيب دي تفاصيل اميونولوجي كتير قوي هتاخدوها فين؟ في المناعه، ما تستعجلوش عليها. واسامي التحليلات اللي هي الاليزا والاندايركت تيم اجلوتينيشن والكلام ده هتاخدوه برضو في الاميونولوجي ومش مطلوب منكم، بس هو الفكره العامه بتاعت التحليل ان انا يا اما بدور على الانتيجن يا اما بدور على الانتيبادي. هدور على الانتيجن هستخدم انتيبادي مصنعاه، هدور على الانتيبادي يبقى هستخدم انتيجن انا مصنعاه، وهكذا. فهو ده فكره الايه الاميونو دايجنوزس. تمام، الاميونو دايجنوزس مهم في حالات زي الفشوله، مهم ناخد كلمتين عنه. الاميونو دايجنوزس ده او اللي هو الان دايركت دايجنوزس امتى بلجأ له؟ بلجأ له لو زي الفشوله كده، انا ممكن يبقى عنده فشوله وانا مش عارفه اشخصه عشان مش لاقيه الاجز في الستول. تاني حاجه ان الفشوله دي عايشه في الليفر، خلاص. طب يعني ايه عايشه في الليفر؟ اي هلمنثز مثلا بتبقى قاعده في الانتستين جوه اليومن بتاع الانتستين بتبقى مستخبيه من الاميون سيستم، مش حاسس بيها قوي، فولا هلاقي زينوفيليا ولا هعرف اعتمد على السيرولوجي في التشخيص. لكن في الدودات اللي زي الفشوله، لا، في الدوده اللي زي الفشوله انا هلاقي الايزينوفيليا عاليه جدا لان دي قاعده في الليفر، يعني ريتيكلو اندوثيليال سيستم ده كل الانفلاماتوري سيلز حواليها وحاسين بيها، هلاقي ايزينوفيليا عاليه وهعرف اعتمد على السيرولوجي في التشخيص. طيب اخر حاجه في التشخيص قال لك ان انا ممكن ايه اعمل ايه الترا ساوند بقى، هلاقي الفشوله، يعني هلاقي في فراغ كده بيوحي ان في حاجه هنا، حاجه ليفينج اورجانيزم. ممكن ادخل بي اي ار سي بي اللي هو الاندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكرياتوجرافي، اللي انا بخش بابره باندوسكوب يا اما من بره، خلاص يا اما من بره اخش على البايل داكت، يا اما من جوه هخش باندوسكوب من ناحيه الديودينم اخش على الكومن بايل داكت واتفرج على البلياري تري، ودي بتبقى ثيرابيوتيك في بعض الاحيان لان هو لما بيخش يلاقي الفشوله بيشيلها، فايه فممكن اشيل الفشوله بيها كمان بالمنظار. يبقى ده ملخص التشخيص بتاع الفشوله او بتاع اي هلمنس. اتفقنا اول كلمه جيوغرافيكال ديستريبيوشن واكل ايه، في حاله الفشوله هيبقى كفر الشيخ واكل خضار مش مغسول.
تاني كلمه هي الكلينيكال بيكتشر. العيان بتاع الفشوله هيجي يقول لي انا عندي فيفر وعنده بين في الرايت هايبوكوندريوم وهلاقي عنده اوبستراكتيف جوندس مثلا او هلاقي عنده دايريه. تالت كلمه اتفقنا بعمل سي بي سي في حاله الفشوله هيبقى عنده انيميا بس اهم كلمه الايزينوفيليا العاليه 80%. تالت حاجه دايركت دايجنوزز ان انا ادور على الدايجنوستيك ستيج في حاله الفشوله هعمل ستول اناليسيس ادور على الاكس. رابع حاجة أو خامس حاجة الاندايركت دايجنوزز إن أنا أدور على الأنتي بوديز أو الأنتيجين في حالة الفشولة هدور على الأنتي بودي في السيرم وهدور على الأنتيجين في الستول اللي هي كوبرو أنتيجين ديتكشن. وآخر حاجة الراديولوجي في حالة الفشولة يا إما هعمل ألترا ساوند يا إما هعمل ERCP. العلاج بقى هعالج الفشولة إزاي؟ الدواء بتاع الفشولة حاجة اسمها تراي كلابندازول. وعلى رأي دكتور موسى كان دايما يقول إن الفشولة دي دودة شريرة فانا هدخلها ثلاث كلاب ياكلوها تراي كلاب انتازول. بعد كده في الدواء اللي هو الاسم بثيونول وده اتلغى اوبسوليت. احنا في العلاج بنحفظ اسم الدواء وبس. طيب الكنترول بقى اي كنترول برضو هناخد له سكيمة. رقم واحد عندي عيانين اعالجهم يبقى ماس تريتمنت للايه للهيومن بيشنت. تاني حاجة عندي ريزرفوار هوست وانترميديت هوست المهم اعالجه واللي مش مهم اكسره. طيب انا عندي ريزرفوار هوست اللي هم الكاتل والشيب مهمين عندي مهمين جدا يبقى هعمل لهم برضو ماس تريتمنت. طيب بالنسبه للسنيل مهم عندي لا مش مهم عندي بس سنيل كنترول اكسر القواقع. حلو الكلام. طيب بعد كده عندي مثلا ممكن ايه الاقي السيركاريا والاكزا والانسيستد متا سيركاريا دي ممكن تبقى موجوده في الميه فهعمل بيور ووتر سبلاي. ايه هو المود اوف انفكشن؟ ان انا اكل خضار مش مغسول اعكسه. اعمل ايه في الخضار؟ اغسله كويس. طب اغسله كويس ازاي؟ يا اما هنقعه في خل او بوتاسيوم برمنجانيت. هنقعه في خل كوبايه ونص خل على خمس كوبايات ميه لمده خمس دقائق او هنقعه في بوتاسيوم برمنجانيت شويه نقط كده على كميه ميه تخليها لونها بنفسجي لمده 10 دقائق. هتفيدني بايه الحركه اللي انا عملتها دي؟ هتخلي الطبقه اللزجه بتاعه الانسيستد ميتا سيركاريا دي تدوب فالانسيستد ميتا سيركاريا ما تبقاش لازقه على الخضار وبعد كده اغسلها بميه جاريه فتقع. تمام بدل كنترول بتاع الفشول. يبقى ملخص الكنترول في اي حاجه اعالج العيانين ريزرفوار وانترميديت هوست المهم هعالجه اللي مش مهم هكسره اشوف المود اوف انفكشن ايه واعكسه. ده الكنترول بتاع اي دود. في حاجه بقى في اخر الفشوله خالص اسمها الباريزيتيك فارنجايتس او الهلزون. ايه الهلزون ده؟ في لبنان عندهم عاده حلوه قوي كده ان هما بياكلوا الكبده نيه فالكبده دي لو فيها فشوله صحيه اول ما هتدخل جوه زوري هتقفش فيه مش هتستنى لغايه ما تنزل تحت في الاستومك. طب هتقفش في ايه؟ هتقفش في الزور في الفارينكس في اللارينكس في الحته اللي حواليها. طب ايه مشكله الكلام ده؟ مشكله الكلام ده ان هي هتعمل انفلاميشن حواليها وإديمة وإديمة في المنطقه دي يبقى العيان ممكن ايه ممكن يتخنق. طيب طبعا العيان هيبتدي يكح وهيبتدي يبقى عنده يرجع علشان خاطر ايه يحاول ان هو يخرج الدوده دي. هو ده اصلا العلاج ان انا هخليه يكح او ان انا هديله الكحول يخليه يكح جامد او هديه حاجه اميتك تخليه يرجع علشان يطلع الدوده. وفي الاخر لو العمليه سيفير قوي وعنده إديمة في اللارينكس خلاص وابتدى يتخنق لازم هعمل تراكيوستومي عشان افتح له فتحه يتنفس منها. في دوده تانية بتعمل كده حاجه اسمها لينجواتولا سريتا. لينجواتولا سريتا دي ارثروبودا تمام بتبقى عايشه في الكلاب. المهم ان هي النمفال ستيج بتاعها حاجه من اللارفال ستيجز بتاعتها هو اللي بيبقى عايش في الميزنتريك ليمف جلانز بتاعه مين بتاعه الشيب برضو والجوت والرابت الحيوانات دي معرفش مين اللي بياكلهم نيين برضو فلو اكلهم نيين برضو هذه اللونجوات ولا سريتا هتمسك فيه الفارينكس وهتعمل نفس الكلينيكال بيكتشر بتاعه ايه بتاعه الهلزون بتاع الفشوله. فهو ده ملخص الفشوله. يا رب تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.